الآن فينا نعلن القصير وليف القصير محرر وينبسط الأمان فيه بكافة أنحائه. عودة القصير وريفها كاملة معافاة من الإرهابيين بعد انهيار آخر معاقلهم في البويضة الشرقية. الرئيس بوتين يطالب بالحزم مع المتطرفين والمجموعات الإجرامية في شمال القوقاز. القوات الأمنية العراقية تحبط مخططا إرهابيا لقطع الطريق الدولي من بغداد إلى إيران وتعتقل 118 إرهابيا. ثورة الشعب التركي ضد أردوغان تبدع أشكالا وأساليب جديدة لإجباره على التنحي. ومقتل 4 جنود للناتو في أفغانستان بينهم 3 أمريكيين برصاص جندي أفغاني.